السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هذا الجزء الثاني، نتمنى تكونوا استفدتوا من الجزء الأول ديال الفصالة ديال الدونتيل. إذا هذا الخلف ديالي، هذا الكتاف وهذا الكتاف وهذه القفا. إذا غادي نوضع، وهذا وجه تو. إذا غادي نوضع الأمام ديالي وجهه مع وجهه، غادي نوضع الكتاف مع الكتاف بالنسبة للأخوات المبتدئات. إذن الكتاف مع الكتاف ديالي، غادي نشدهم بليزيبانجل ونوضع الكتف مع الكتف على هذا الشكل. هذا إذن هذه هي الفصالة الغون اللي عملت هنايا، ومشى التركيز مع التركيز. إذن غادي نخيط من هنا ونخيط من هنا. إذن الكتف ديالي هذا الكتف الثاني، ديما كنعملو الفايبيان يعني كنرفع الصوت هانت على هكدا. إذا غادي ننتقل باش نركب الكم ديالي لي مونش، نظرا لأنني عامل الخيط تيشبه لهذا، لأن في الإنتقال للمرحلة الثانية باش نركب الكالون ديال لي بونبون خصني ندير لو نوار، خيط الأسود. إذا بحكم أن موجود هذا الخيط هذا، لصق لي الدين ديالي. إذن لاحظوا معايا ها الخياطه ديالي، شتو هي هذه. إذن ملي كنوضع كدا كتجي الخياطه الامام، ماشي كتجي الخلف. شوفوا حوايجكم، ديما كنصحكم بهذه الطريقه. إذن ملي نقصنا 2 سنتيمتر من هنا، رجعت لنا الخياطه اللي هنايا، وتقاد لنا الابط على هذا الشكل. هذا مقاد على هذا الشكل. إذن راس الكم غادي يجينا هنايا، ماشي في الخياطه، ماشي في الخياطه، غادي يجينا في هاد 2 سنتيمتر اللي عملنا هنا. ونفس الشيء هنا كنساوي الابط مع لونتورنور لي مون ايمونشور، وكنعمل هاد الطريقه هادي. غادي نجيب الكم ديالي اذا تا هو، ونوضع الميلي الوسط ديالو راس الكم عندي على هاد الشكل. راس الكم الثاني، إذن أنا ملي علمت ديك الرقعة اللي كانت عندي أنا تجاوزتها. إذن بعد ما علمت هادو، غادي نشد الدرس ديالي نحل على هاد الشكل. إذن هادي هي العلامة اللي عملت هنايا، كنحل المونش ديالي على هاد الشكل. إذن كنعتذر للأخوات اللي معايا من شحال هادي، بأن الدرس كنعاودو ونعاودو. إذن هادي اللي حطيت في الميليه، أنا غادي نحطها ندير لكم لوجه مع لوجه، لوجه مع لوجه. حط بانكلا بحال هكدا على هاد الشكل، نزيد رصيها وندير نفس الشيء للجهة التانية. إذا غادي نخيط الكم ديالي على هاد الشكل، إذا خيطه من هنا على هاد الشكل. إذا الكم ديالي هو اللي لتحت، وبديت من تحت الإبيط، وغادي نسالي وغادي نتهي من تحت الإبيط. أوكي أستاذ، علاش درتي الكم من تحت الإبيط؟ سنان لكغيف يجمعوا ليا هاد لامونش اللي أنا زايدة ب 2 سنتيمتر، والمسائل الصحية كتعطيني يعني دي فاك دي بتي اونبي باش تجي لا مونش هي هذيك. ان شاء الله من بعد نحكي مزيان على هاد القضيه هادي، ان موضوع يعني رائع كما كتشوفوا. هو مفوت ليا هنايا، ولكن ما عندي ندير ليه. إذا لامونش هي اللي لتحت، ملي كنخيط كنشوف واش هما هادوك ولا لا. ملي تكوني كتخيطي ولقيتيهم مزاكلين بحال هكدا، واحد فايت الاخر ما تجبديش. إذا كما قلنا، إذا كانوا متفاوتين هكدا ما نجبديش هذا باش تلاقي ليا مع هذا، غادي يعطيك واحد المشكل كبير. إذا غادي تخليه على خاطره.
إذن عندنا الجزء الثاني غادي نخيط لامونش الثانية. إذن غادي ننتقلوا لامونش الكم الثاني نفس الطريقة نفس الأسلوب. إذن الكم الثاني ديالي هذا إذن وضعت الجالون بونبون هنايا على هذا الكم هذا. إذن هذا هو البوان يعني هنايا غادي نوضعو بهذا الشكل المائل اللي هنايا ونخيط. حاجة واحدة اللي ننصحكم بها ما تزربوش يعني ما تسرعوش بشوية تو دوسمون وقبل ما نوضعو باش نركبو ولا اي حاجه نقلبو ولا يكون فيه شي ديفو يعني حتى تبقاي تخيطي ويوقع لك المشكل. اذا غادي نركب اليد الثانيه. اذا فم الكم الثاني هذا يعني السوار البونبون غادي تمشي وهادي غادي تمشي. اذا غادي نخيط الكم ديالي بهاد الطريقه. اذا المسافه اللي درت هنا 10.5 لان هذا مطاطي والتوب مطاطي يعني كيتجبدوا بجوج كنجمع لا شوميز ديالي. إذا وصلت لتحت الإيبيت يعني غادي نقاد الخياطة مع الخياطة نعسى على جهة وحدة ولا حليهم إلا كنتي غادي تقدري تحليهم مزيان. إذا نفس العملية اللي درت لهاد الجهة غادي نديرها للجهة اليمنى. إذا كما كتشوفوا الجهة اليمنى نفس العدد اللي درت في الأول غادي ندير في الثاني ونجمع الشبكة ديالي بهذا الشكل. اذا غادي نلصق الكالون ديالي للامام. اذا غادي نبدا الكالون ديالي على هذا الشكل هذا من تحت الابيض على هذا الشكل من تحت الابيض. الخياطه اللي كاينه لتحت هذا الاسفل نتاع لا شوميز ديالي باش نبوره عليها. اذا هذا المكان اللي غون هذه البلاصه اللي غون كنجبد هذا شويه باش ما تجينيش فيها دي باغ. اذا غادي نجبدها على هذا الشكل ونعمل هذا الشكل هذا. اذا مسيت الفتحه ديال الازرار. اذا وصلت للفتحه ديال الازرار. إذا كما كتشوفوا كندوز غادي ندوزو على كل الأمام وحتى الخلف بهذه الطريقة هذه ونحاول ما أمكن نجبد شوية الكالون هذا نحاول نمطاطيه.
وبالاخص في المناطق اللي هي دائريه. اذا كما كتشوفوا اذا لقيتهم، غادي نحيد بول اذا ما بقى لي الا نوريها لكم. غادي نوضعها على المونكا ونوريها لكم ونشوفوا الخدمه ديالنا والشغل كيطلع. اذا الموديل ديالنا كما كتشوفوا هو هذا على هذا الشكل هذا. بغيتي تسديه ولا ديري ليه شي شوكات؟ اذا هنايا لي بول ديالنا على هذا الشكل، مازال ما درتش الفينيسيون. اذا نشوفوا الخلف ديالنا كيداير، الخلف حتى هو درت فيه البول لتحت. اذا نتمنى يعجبكم هذا الموديل هذا ويروق الاعجاب ديالكم، واتمنى لكم يوم سعيد، وكنشكركم جزيل الشكر على التعليق وعلى اللايك وعلى البارطاج. اذا ما تنساوش تشوفوا هذا الفيديو اللي من هنا وهذا الفيديو اللي من هنايا، ولكم جزيل الشكر، والى اللقاء في الحلقه القادمه في موضوع ثاني ان شاء الله.